للحديث عن الأزمات التي تهدد لبنان لا سيما في القطاع الطبي. ينضم إلينا من إسطنبول الدكتور وسيم بكراكي، أخصائي طب الأطفال ورئيس جمعية الثقافة والصداقة اللبنانية. أهلا بك دكتور وسيم. يعني بداية، ما الذي أوصل الأمور إلى هذا السوء في القطاع الصحي في لبنان؟ هناك حديث عن إهمال متعمد، هل تؤكد ذلك؟ مرحبا بكم جميعا. صراحة الموضوع الأطباء ما فينا لا يمكن أخذه فقط من جانب واحد، هو جانب الطبيب. يعني بدك تضع كما ذكر التقرير عدة أمور يعني أتت بشكل متتالي. نعم. عدم الوجود الفراغ السياسي الموجود في لبنان الذي أدى إلى بضعف الاقتصاد والحصار الاقتصادي اللي هو فعليا قائم في لبنان. نعم. الأموال المودعة في البنوك اللي جزء منها أصلا هي أموال الأطباء، يعني فجأة لقى الأطباء نفسهم كل مدخرات حياتهم أولا راحت في البنوك. الأمر الثاني اللي أصبح أنه معظم الأطباء يعملون بشكل رجعي، يعني مثلا أنا أعمل اليوم فلنفترض الطبيب الجراح عمل عملية اليوم، هو يأخذ ثمنها بعد سنتين أو بعد 3 سنوات. فمعظم اللي بالقطاع الصحي مدخراتهم اللي هي موجودة مع الدولة فجأة لقوا أنه هن مثلا عندهم مئات آلاف الدولارات، نعم. أصبحت قيمتها تقريبا يعني العشر أو أقل من ذلك بكثير. وبالتالي لقى الطبيب نفسه مدخرات حياته اللي هي في البنوك طايرة، العمل اللي عمله وهو موجود مع الدولة كمان طاير، فوجد نفسه فعلا في قسم كبير منهم اللي نعم. متكل كان تماما على الوضع اللبناني والدولة اللبنانية والبنوك اللبنانية، لقى نفسه أنه هو فعلا يعيش حالة من الفقر إذا نعم. استمر بوجوده في لبنان بهذه الحالة. فاللي استطاع أنه يخرج مثلا إلى البلاد اللي درس فيها أو إلى دول الخليج أو غيرها من البلدان فعلا فضل أنه يخرج من هالمأزق هذا، لأنه نعم. مع الأسف النفق في لبنان ما نبين نهايته وين. نعم دكتور وسيم، يعني هذا الإهمال إلى أي مدى باعتقادك أثر بقرارات الأطباء والعاملين بالقطاع الصحي فدفعهم إلى الهجرة خارج لبنان؟ يعني الوضع القائم بالبلد، يعني انك انت حتى تكون طبيب بدك تروح انت من بيتك للمستشفى او للعياده وانت بالطرقات تهان وتذل، لا يعطى اي حساب لك حتى من الثوار الموجودين على الارض. يعني انه وقت اللي بيكون في ناس موجودين على الارض عم تأجي انت بطاقه الطبيب وقاطعين الطريق عنك، انت رايح انت اصلا تنقذ انسان. فهيدي الامور ايضا كمان امور كانت لها عامل كثير سلبي، انك بدك تعبي بنزين واقف بالطرقات ما في بنزين، انك لانك واقف طبيب بدك تمشي مثلا قبل غيرك، كمان هذا الشيء عم يخلي عندك يعني مشكله اضافيه. يعني الطبيب في لبنان جرد من كل الامور اللي هو ممكن يتمتع فيها، سواء من قبل اللي معتبرين حالهم هن ثوار على الارض بالشارع وهن لا علاقه لهم بالثوره، فقط هن فقط عم يمارسوا بلطجه يمكن ممنهجه موضوعين ليعملوا بلطجه معينه، او من قبل الدوله اللي هي يعني سرقت الحقوق كامله وخفضت القيمه اللي ممكن يحصل عليها الطبيب. بنفس الوقت الدواء اللي انت بدك طبيب توصف روشته، وهذه صارت مع ناس كثير، بتوصف الروشته الدواء ما له منه موجود في الصيدليات، فانت حتى علميا انت ما كنت عم تقدر تعمل شيء. السيروم اللي هو بسيط جدا، الادويه السرطان، يعني في شغلات كثيره في فتره من الفترات بلبنان توقفت بشكل كامل. فسواء لا انت عم تقدر تخدم طبيا وانسانيا، ولا انت عم تقدر تخدم حتى يعني عائلتك ابنائك، وهذا لانه الوضع الاقتصادي اللي وضعت فيه. فمن يستطيع الهجره والخروج خرج بدون تردد. نعم. طيب دكتور وسيم، يعني بحسب متابعتك ومعرفتك، ما خطورة موجات الهجرة للأطباء على القطاع الصحي اللبناني لا سيما في هذا الوقت بالتحديد؟ يعني بالفترة اللي موجود فيها حاليا مرض الكورونا وهو في انتشار كبير في أزمة رابعة حاليا. نعم. وفي لبنان بدأنا نسمع عن حالات وفيات كبيرة بالفترة الأخيرة، يعني نحن الأمراض مستمرة، ولكن للأسف الأشخاص اللي قادرين يعالجوا هالأمور هيدي، الأشخاص اللي قادرين يقدموا، مع الأسف هن وجدوا نفسهم أنه بين مرين. يعني ما حدا بيحب يترك بلده، ما حدا بيحب يترك الخدمة لشعبه، ولكن بالنهاية أنت وجدت نفسك أمام خيار، إما أن تعيش أنت الفقر والذل أو أنك أنت تنقذ نفسك على الأقل وأفراد عائلتك. وبالفترة اللي أنت فعلا كما قلت أنت حتى بدك توصف الدواء يعني لتعالج أنت مش قادر تعالج، يعني أبسط الشيء المصل، حتى المصل كان مفقود بفترة من الفترات. نعم. بحسب اطلاعك دكتور وسيم، يعني. نعم نعم وضحت هذه الفكرة. يعني بحسب اطلاعك، لماذا يراد
جر القطاع الصحي في لبنان ليكون مكانا للمساومات والفساد في خضم هذه الأزمات التي لا تزال تعصف في لبنان؟ يعني لا أعتقد أنه هو الأمر فقط مسلط على القطاع الطبي، يعني نحن عايشين في لبنان في فوضى عارمة بكل الأمور، يعني ليش قطاع الكهرباء كتير كويس ولا قطاع المياه كتير كويس ولا قطاع المطار تبعنا كتير كويس، ما كل الأمور بلبنان فوضى عارمة، يعني يوجد دولة في الاسم ولكن لا يوجد أي شيء يطبق على الأرض، والقطاع الطبي هو جزء من هذه الفوضى ومن هذا الفساد القائم اللي عم يخلي الناس والقدرات والطاقات أن تهاجر. رجال الأعمال اللبنانيين ما معظمهم عم يهاجروا أيضا، يعني اللي قادر يهاجر وقادر يترك لبنان وينقذ ما أنقذ من أمواله ليعيش برا لبنان، على الأقل يعني يبتدئ من مرحلة من المراحل عم يطلع. فكل القطاعات في لبنان بظل الفوضى القائمة وبظل التعنت القائم بأنه نحن ما في شيء بلبنان وكل الحياة طبيعية وكل الأمور طبيعية، يعني بنشوف السياسيين اللي عم يطلعوا على التلفزيونات من كبارهم وصغارهم يعني بيصوروا لك الأمور أنه نعم هي ما يعني انه في امور كثير عم تتضخم والبلد انه عايشه وطبيعي، فالمشكله مشكله بلد كامل وليست مشكله الطبيب. نعم، الى السؤال الاخير الان دكتور وسيم، يعني ما المطلوب اليوم في خضم الانتقادات التي تتواصل وتوجه الى الحكومه اللبنانيه الحاليه؟ ما المطلوب من اجل منع انهيار الواقع الصحي على اكمله في لبنان؟ تفضل. يعني صراحة المطلوب حاليا ونحن أمام فرصة يمكن تكون فعلا تاريخية أنه نحن أمام استحقاق نيابي قادم اللي هو التغيير الديمقراطي اللي ممكن يحصل في بلد مثل لبنان. في كتير قوى عم تحاول أنه هالانتخابات ما تحصل، يمكن بالأمر الواقع يمكن التغيير ما يقدر يحصل عليه الشعب اللبناني بشكل كبير جدا، ولكن على الأقل احنا أمام خطوة تاريخية إذا تم استغلالها من قبل الشعب بطريقة صحيحة ممكن نقدر نحصل على نوع من أنواع التغيير لنقدر نحسن بعض الأمور أو نرجع ننطلق من جديد ويكون في صار في تغيير بالبلد ولو بجزئية منه، ولو على الأقل الشعب كسر حاجز أنه خلص مثل ما بده السياسي هو بده يصير. لا، ما لازم نوصل هيك، لهيك لازم نحن أنه ومن خلال هالشاشة هيدي يدعي فعلا كل الشعب اللبناني اللي قادر فعلا ينزل على انتخابات وينتخب، الناس الطيبة والأوادم اللي قادرة تترشح على الانتخابات، يعني بشكل أنه نلاقي فعلا مش بس اللي بدنا ننتخب، نلاقي مين ننتخبهم أيضا، وهذا الأمر هو اللي يمكن يكون بصيص الأمل حاليا الوحيد أمام الشعب اللبناني. الدكتور وسيم بكراكي، أخصائي طب الأطفال ورئيس جمعية الثقافة والصداقة اللبنانية، كنت معنا عبر سكايب من إسطنبول، شكرا جزيلا لك.